أنا جديد في المغرب لأنني وصلت في بلادكم من شهرين فقط. أنا إسيس من الكنيسة الكاثوليكية وكنت 9 سنين في مصر، وبسبب ذلك أتكلم اللغة العامية المصرية وشوية اللغة الفصحى. بدأت بسنتين دراسات الإسلاميات واللغة العربية في روما، وبعد ذلك كنت 9 سنين في مصر، كنت أستاذ في كلية التربية بجامعة قناة السويس. عايشين مع ناس في السويس، وبعد ذلك رجعت إلى فرنسا، وخلال 9 سنين كنت في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، مسؤول العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والمسلمين في فرنسا. كان حوار مع المسؤولين المسلمين في فرنسا، وآخر سنين كنت 6 سنين في مارسيليا، في معهد لاوت، والعلاقات مع مسلمين وأديان البحر المتوسط. ومن شهرين وصلت إلى المغرب، وحاليا أنا مدير الدراسات في معهد سوريا، معهد لاوت، اللي كان مؤسس من 9 سنين في رباط، اسمه الموافقة، علشان الموافقة بين داخل المسيحيين البروتستانت والكاثوليك، والموافقة بين المسيحيين والمسلمين في المغرب. دي معهد علشان تكوين شباب من بلدان السهل جنوب المغرب للاحوت، وليتعلموا اللقاء والحوار مع إخوتهم المسلمين في المغرب. هذا المعهد الأساتذة جايين من أفريقيا، من أوروبا، وحتى أساتذة من جامعات المغرب. مثلا من أسبوعين كان دراسات عن القانون في الكنيسة والقانون في الإسلام، والأستاذ القانون كان الأستاذ عبد الكريم الخمليشي، الأستاذ في جامعة محمد الخميس في المغرب. أنا معزوم أول مرة في فطور في المغرب، وبالنسبة لي حاجة مهمة جدا، إن خاصة في موسم رمضان المؤمنين يلتقوا و يشاركوا أرياحهم عن المجتمع، عن الحياة. وبالنسبة لي حتى نحن في طريقين مختلفين، المسلمين كالمسيحيين يعتقدوا بالله أحد وحيد، ده في شهادات المسلمين. وحتى كل يوم الأحد في الكنيسة بنبتدي نسمى الكريدو بهذا الكلمة. وفي العالم اليومين دول مهم جدا أن الناس والمؤمنين يلتقوا ويفهموا بعض، لأن كلنا يعني خليقة بالله، وكلنا الواجب يعني خدمة الإنسانية ككل.